كي راكم راكم ملاح. اليوم جيتكم بوصفه جديده، هي عباره عن فلان، عن فلان على طريقتي الخاصه، ولا اللي يجي حياه لبنين ويتحضر في دقائق. اول حاجه نحتاج الى لتر حليب، مكون جد بسيطه، لتر حليب، 2 ملاعق من فلان فاني، فلان فاني عادي، 3 ملاعق فلان ذوق الموز، وانتم اختاروا اللي تحبوا، و 3 ملاعق سكر، سكر عادي. اول حاجه نجيبوا هذيك اللاتي تاع هذا الحليب. انا كان عندي في المجمد، بصقول مازال فيه شويه لاغلاس، شوفوا مازال شويه ما ديكونجاليش مليح، بقى فيه هاد الحبيبات. معليش نبداو على بركه الله. نجيبوا هذيك الفستان تاع الحليب، نضيفوا لها المكونات اللي معنا، سكر تانيك، 3 ملاعق تاع سكر عادي، قلنا 3 ملاعق فلون يتحبوه، و 2 ملاعق فلون دوق فاني. نحاولو نخلطوهم مليح، نزيدو كل الحليب. أنا شويه غبني هذاك لاكلاص تاعه، شغل الحليب هاذي كونتيني قاع مليح. هادي دوك ندير فوق النار باش يذوبو، ونحطو الخليط تاعنا فوق النار هادية، ونخلوه حتى يغلي الخليط. حبيباتي بعد ما غلا الخليط تاعنا مليح، باش نعرف الفلون تاعنا طاب، كي نشوفوه دار الزبود هادوك، دار الرغوة الفوقانية، ويكون غلا ويكون يغلي، هنا تما نطفو عليه نعرفو بلي الخليط تاعنا طاب، الفلون تاعنا طاب. نجيبو هداك الفلون تاعنا، نجيبو هادو لي زاسيات تاعهم، ولا لي بول هادو صغار، نحطو فيهم نعمروهم. نعمروهم هكا. حبيباتي ها هو ما فرغناه، نخلوهم في التلاجة مدة ساعة ساعتين، يشدو روحهم مليح ويبردو، نرجع لكم ان شاء الله بعد ما يبردو. حبيباتي هاول الفلون تاعنا بعد ما جمد، شوفو كي يجي داير، يجي هايل، يشد روحه. شباب بنين، يقدم للسهرات، يقدم هكا يكون عندكم ضياف تقدموه، بارد كتحلية. نتمنى ان شاء الله حبيباتي الوصفة تاع اليوم تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، مع فيديو اخر ان شاء الله.